فضيلة الشيخ عطية، وإذا قتلت المرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو تكون على النصف مثل الميراث؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل، فقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينقل أنه أنكر عليهم، فيكون إجماعا، وذلك قياسا على نصيبها في الميراث وعلى شهادتها، فهي على النصف من نصيب الرجل وشهادته، وليس في ذلك نص صريح في القرآن والسنة الصحيحة، والله أعلم.